معي مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الدكتور غسان العطية، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن. مرحبا بك دكتور. يعني الآن بدأت الحرب، ما هي السيناريوهات المتوقعة وهل سنشهد مزيدا من التغول الروسي داخل الأراضي الأوكرانية؟ شكرا. أهلا بك. هناك أسئلة كثيرة بذهن المواطن العراقي والعربي عموما، أين نحن من هذه الحرب؟ الملاحظة الأولى أن الاتحاد السوفيتي في تعامله مع الإشكال الأوكرانية هو اتبع سياسة التدرج أو القضم، بدأ بالقرم وثم تم ضمها إلى روسيا، ولم يأتي رد فعل أوروبي صريح أو أمريكي ضد الاتحاد السوفيتي. والآن روسيا لا تقول نحن نريد نحتل أوكرانيا، وإنما نقول هناك مناطق شرق أوكرانيا هي التي تطالب بالاستقلال عن أوكرانيا، ونحن نستجيب إلى طلباتهم بالدعم، ونحن لا نية لنا لاحتلال أوكرانيا. بالطبع هل هذا صدق أو كذب؟ هذا موضوع آخر، لأن كما واضح أن الثقة بدأت تكون مفقودة. الشيء الآخر اللي يجب أن ينتبه إلى أن الولايات المتحدة بدأت تدفع ثمن تراخيها وضعفها وإهمالها للشرق الأوسط، وبالذات في موضوع سوريا وفي موضوع العراق والخليج. هذه الدول بدأت تشعر أن التعويل على أمريكا أمر صعب، لأن أمريكا لا تقف مع حلفائها. فبالنسبة للسعودية لا يزال الرئيس بايدن لا يتكلم مع ولي عهد السعودي، وسبق أن اتهم السعودية بخرق حقوق الإنسان، وهذا أكثر من ذلك رفعوا العقوبات أو اعتبار الحوثيين عملية إرهابية. كل هذا جعل السعودية تتوجه إلى روسيا واشترت لأول مرة أسلحة ومنصات صواريخ من روسيا، وبدت العلاقة تزداد قربا إلى روسيا. إضافة لذلك اللي يستغرب من الموضوع في الشأن السوري اللي كان بايدن ونحن أوباما ونحن نشهد استمرار لسياسة أوباما، هو أن سبق أن هدد أن خطوط حمر أو كذا، وإذا بها كلها تتبخر ولا يحصل شيء. وإذا روسيا تصبح هي اللاعب الرئيسي في سوريا، هذا اللاعب الرئيسي بدل ما يغرق في المستنقع السوري وجد نفسه لاعب محوري في الشرق الأوسط، لأن إيران تخشاه وإسرائيل تخشاه، والطرفان يتكلموا مع الروس، وروسيا صارت هي قبة الميزان. هذا كلها الآن الشيء الأهم أن الولايات المتحدة لا تملك سوى كلمة العقوبات على روسيا، والعقوبات عمرها ما أسقطت نظام أو غيرت نظام إلا بحالة استثناء واحد واثنين فيه. طيب دكتور، ردود الفعل الدولية والأوروبية هل كانت على مستوى العملية العسكرية، وما هي التوقعات بشأن كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ طلعت اليوم على خطاب بايدن، ونبدأ به أن العالم يدعو في صلاته للشعب الأوكراني، يدعو الله في صلاته، لا يقول ماذا هو سيعمل. بدون شك هناك شعور خيبة أمل عند الشعب الأوكراني بأن الغرب له مصالح والعالم له مصالح أهم من مصالح أوكرانيا. فبالتالي الصين تحديدا قالت ما قام به الروس ليس غزوا وإنما متطلبات أمنية. هذا ما كذلك اللي ربما يستغرب المستمع العربي، حتى إسرائيل ليست بوارد الهجوم على روسيا، لأن روسيا هي مفتاح التعاون في سوريا وضمان عدم تعرض طائرات إسرائيل للهجوم في إسرائيل. واللي يجلب الانتباه أن أيام الرئيس الوزراء السابق نتنياهو زار موسكو 5 مرات خلال سنة واحدة، وحتى رئيس الوزراء الجديد زار موسكو. يا سيدتي،
الموازين تتغير، ولكن العالم بدأ يدرك أن هناك تغير كبير. نعم. هناك تراجع أمريكي دكتور، وهناك هل هذا يعني أن العالم يواجه تغيرا كبيرا في موازين القوى بين ضمور دور الغرب وصعود روسيا والصين وإيران؟ الجانب المهم بكثير من المنطقة العربية وغيرها أن شعورهم أن الخليج، دول الخليج تحديدا، خذلان أمريكا لهم في مواجهة إيران، وبالذات في استعجال أمريكا لابتهالك أمريكا للوصول إلى اتفاق نووي، واللي يعتبره هو المهم بالنسبة لهم، وليس التوغل الإيراني والنفوذ الإيراني في خارج حدود إيران في منطقة الشرق الأوسط. هذا كذلك انعكس على مشاعر العراقيين والعرب كذلك، بأن الولايات المتحدة لم تعد ذلك الحليف اللي موثوق والذي يعتمد عليه. كما والمفارقة الكبيرة، الرئيس الروسي يشير إلى الأمريكان، أنتم احتللتم العراق دون مبرر سليم وبخدعة، وأكثر من ذلك جاء احتلالكم بدون رضا الأمم المتحدة وغيرها. كل هذا الصراعات يجد نفس الرئيس الروسي أن شعبيته تزداد في روسيا، وأكثر من ذلك هناك تقدير للأسلوب اللي تعامل به، وهو أن ليس أنا المعتدي وإنما أنا المستجيب لطلب مناطق شرقي أوكرانيا. نعم، مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الدكتور غسان العطية، شكرا جزيلا لك.